أهم شيء هي الصحة. الحمد لله. الأخير بخصوص الهلال المغربي ولحم الهلال في دنا. احنا كما تعرف حضرتك عن الأمن وتحسين الجبال في بعض الأحيان يهمونا. السيد الوزير لو تحكينا على فحوى اللقاء اللي صار اليوم مع السيد خليفة حفتر. أولا هذه بالزيارة هذه لبنغازي استكملت عدد من الزيارات لكل من طرابلس وطبرق، والتقيت مع أهم الفاعلين السياسيين في ليبيا. أولا كما تعرفوا في 11 جويليا جوان زرت طرابلس، وكان عندي لقاء مع السيد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وعدد من المسؤولين الآخرين، وبذلك وبطبيعة الحال أيضا رئيس مجلس الدولة. ويوم 26 زرت طبرق وكان عندي لقاء مع السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. واليوم استكملت هذه اللقاءات بلقاء مهم جدا مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. تحدثنا بطبيعة الحال في أولا كانت مناسبة هنيت فيها المشير على النجاحات التي قام بها في الجيش الليبي في دحر الإرهاب في درنة، وفي أخيرا في الهلال النفط واسترجاع الهلال النفطي من قبل الجيش الوطني. بطبيعة الحال أيضا تحدثنا على قضية الإرهاب والتعاون في يعني مكافحة ومواجهة هذا الخطر المحدق بنا يعني تونس وليبيا سويا. وكذلك أيضا تحدثنا في المجال السياسي وكيفية من دفع المسار السياسي. كما تعرف تونس تلتزم الحياد الإيجابي مع مختلف الأطراف الليبية. حياد الإيجابي يعني ندفع لحل ليبي يجمع الليبيين، حل يمكن ليبيا من الخروج من الأزمة اللي هي فيها. كان زياراتي هذه كلها جات بطبيعة الحال في إطار مبادرة سيادة رئيس الجمهورية كما تعرفوا للحل الشامل في ليبيا، وأكدت للسيد المشير دعم تونس وقوفها إلى جانب ليبيا وحتى تستكمل وتسترجع ليبيا أولا وحدتها الترابية، ثانيا سلامتها ومكانتها على الساحة الإقليمية. هناك وقع الاجتماع كما تعرفوا في 29 ماي في باريس، أعلان باريس، وأين تم الإعلان على القيام بانتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية هذه السنة. نحن في تونس ندفع نحو هذا التوجه، نريد أن هذه التواريخ وهذه الأجال يتم تحديدها من الليبيين دون تدخل أجنبي، لأنه من المهم جدا أن يكون الليبيين هم متمكنين من المسار السياسي ويدفعوا نحو الحل السلمي. أكدت للسيد المشير كما أكدت للمسؤولين الليبيين الآخرين وقوف تونس واستعدادها لوضع خبرتها للتعجيل بهذه الالتزامات وهذه الآجال والمواعيد. بطبيعة الحال في المجال القانون الدستوري في مجال هيئة تنظيم الانتخابات نتمنى أن إن شاء الله بعد هذه الزيارات يعني وتشاور مع مختلف الأطراف الليبية الفاعلة نتمنى أن تكون أن نعمل سويا لتجميع
الليبيين ولحثهم نحو كما قلت التعجيل بالحل السياسي في هذا البلد الشقيق. أنا وجدت لدى السيد المشير يعني كل الالتزام بهذا الحل السياسي، المشير انطلاقا من دوره الوطني ودير دور الجيش، وهو يقول أنه يحرص على لم الليبيين، يحرص على التعجيل بالتنفيذ في هذه الأجال والمواعيد يعني الانتخابية. بطبيعة الحال كانت مناسبة أيضا للتحدث في مجال التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة ذكرت للسيد المشير بعد تحرير درنة، ذكرت له من حرص تونس على معرفة مصير صحفيين سفيان ونذير، وأكد لي السيد المشير أن كل الجهات العسكرية والأمنية الليبية على استعداد لتقديم كل المعلومات بهذا الخصوص. وبعد هذه الزيارة سنتولى كما قلت لما زارني أخيرا معالي الوزير محمد طاهر سيالة، سنرسل وفد أمني إلى ليبيا وخاصة أيضا إلى هنا إلى بنغازي للتثبت في مصير هؤلاء الصحفيين. لا، أولا ساعة أنا الهدف من هذه الزيارات واللقاءات هو معرفة وجس نبض مختلف هذه الأطراف على التواصل والتقدم في المسار السياسي وإيجاد الحل السياسي. وبصراحة سواء في لقاءاتي بطرابلس أو في طبرق كل اليوم في بنغازي وجدت روح وطنية من الأطراف، مختلف الأطراف الليبية، للتقدم في المجال السياسي وحرص على التعجيل للحل السياسي، لأن الشعب الليبي فيه يعني إيمان وشعور من مختلف هؤلاء القادة السياسيين سواء كانوا في الغرب أو اليوم في الشرق، حرص على تخفيف من معاناة الشعب الليبي وإيجاد حل للمسألة السياسية، لأنه مع الأسف الخاسر في كل هذا انعدام الأفق السياسي هو بطبيعة الحال الشعب الليبي. شكرا.